علشان تقدر تحكم على تجربه زي دي لازم تديها وقتها. انا بتكلم لغايه دلوقتي، انا معاك طبعا. لازم تديها وقتها. النهارده انت عمر الدوري 5 أسابيع 6 أسابيع 7 أسابيع، ده لسه مش مقياس. لسه سخونه الدوري بتبان كمان في الدور الثاني اقوى، اكيد بتبان في الدور الثاني اقوى. لكن لو احنا لسه بنشوف ترتيب الجدول دلوقتي، الاهلي لسه يعني التركيز الاكبر دلوقتي في افريقيا. ان شاء الله لما يرجع تاني يستعيد بطوله الدوري تاني ويبدا يشتغل في الدوري، هتلاقي الجدول الشقلب تاني مره تانية يعني، وهنشوف النادي الاهلي في المكانه اللي دايما جماهيره يعني بتحبه دايما يبقى فيها يعني. انا قلت قبل كده، انا قلت يعني الاهلي كان مسافر في فرصه للانديه ان هي تتسابق على المركز الاول. خلي بالك برضو حاجه كابتن ميدو، السنه دي ان شاء الله، السنه دي بامر الله النادي الاهلي ياخد الدوري، المنافسه هتبقى على المركز الثاني بين انديه كتير برضو. لكن ان شاء الله المركز الثاني، لكن الاهلي ان شاء الله يبقى برضو هو الموجود في الاول ان شاء الله. عايز ضم فرقه الانتاج الحقيقه، انا نسيت وانا بتكلم على الفرق المتميزه وبتقدم مستوى جيد. بيترو جيت والانتاج الحقيقه بيقدموا مستوى جيد جدا مع مختار وطارق يحيى الحقيقه، يعني عاملين سخونه للدوري وبيقدموا مستوى متميز الحقيقه. مجموعه متميزه في بيترو جيت، طارق يحيى عارف يجمعهم مع بعض وعارف يعمل توليفه جيده جدا، بتقدم كره جميله الحقيقه. مختار برضو بيقدم مستوى متميز مع الانتاج، ومن ماتش لماتش بنشوف تقدم في المستوى حقيقة. وانا مع اسامه ان الامور هتحسن في الاخر، بس ان شاء الله باذن الله الاهلي برضو هو الاول والباقي ينافس على المركز الثاني. حقيقه انا بتكلم في التجربه، لما اتكلمت على بيراميدز بتكلم لغايه دلوقتي يعني، احنا لسه زي ما كابتن اسامه وكابتن ربيب بيتكلموا، طبعا عشان تحكم على تجربه لازم تديها فتره طويله جدا، ولازم كمان زي ما اسامه قال الدور الثاني بيبقى مقياس كبير جدا انت فين، طبعا ايه اللي بيحصل، مباريات صعبه جدا الدور الثاني بالظبط. لكن انا بتكلم لغايه دلوقتي في حلاوه الدوري، بصرف النظر عن الاجواء المحيطه ببيراميدز وان في مش عارف ايه بدعم ومش عارف مين بيعمل ومش عارف ايه، لكن عامل طعمه وعامل شكل في الدوري، عامل منافسه حقيقيه كمان تخلي كمان الاهلي يجي دلوقتي عايز ان هو ما عادش الزمالك بس، ما عادش الاسماعيلي بس، في فرقه ثانيه طالعه لغايه دلوقتي متصدرين الدوري لغايه دلوقتي على الورق. لكن برضه لسه الاهلي زي ما اسامه قال لسه كان مسافر، والاهلي جاي وعنده افريقيا ان شاء الله يرجع وياخد مكانته الطبيعيه زي ما قال نجومي الكرام ويحسم الدوري. اتمنى طبعا زي ما الكابتن اسامه حسني بيقول يبقى المنافسه على المركز الثاني.